السلام عليكم الاولاد بوسعاده وبوسعاده كالعاده، ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وربي يحيينا ويحييكم لمثاله. سنين دائما الاولاد خليني انا عيدكم مبروك سنين دائما الاولاد، كل عام وانتم حيين بخير الاولاد. حبينا اول رجعه بعد العيد، برشا تراكات وبرشا موزيكا باذن الله هابطه البريود هذه. حبينا نرجع لكم بتراك علي جي وبش يكون موجود في زعمة شكون. التراك هذا اسمه الصحابة، هابط عنده 11 يوم في قلب رمضان. التراك بالرسمي حكاية طوله 11 دقيقة. شو نسمع الصحابة 11 دقيقة؟ هاي كسر اخويا من العنوين وسمعت منه شوي، تبعت لي هذا الصحابة كي طلبت من الناس يعطوني تراكات في زعمة شكون. علي جي let's go my man let's go. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق ينطقوك العالم والله، كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر كل يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله. حق حق والحق اللي قالوا والله، شكون صدق ينطقوك العالم والله، كي تغنيش تقري وراك الذر حسبها مره، باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبت البر. الصحابه علي جي ابوك دي ياسر تحسه أولئك آبائي فجرني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. طيب أنت معناها تقول لي نحي تليفونك، مشيت حطيته في البيت الاخرى حطيته مودافيوم، خلي لي تليفونك. أنت صاحب القناة حطه مودافيوم. لا أخوي دبر على روحك دبر على روحك أخي، في تونسنا آني تقول لي حطه مودافيوم؟ أخوي أنت صاحب القناة تحترم خدمتك. الأولاد التراك هذا جاني كما قلت لكم في زعمة شكون، يا الشاعر برو بالرسمي التراك خويا خلاني نغطس يدي نقول هاتا نعمل عليه رياكت، نعمل عليه رياكت بوز 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 وما نجمتش لأنه صار 3 دقائق واش. تأدب إذا ذكرت صاحب خير من وطئ الثرى، تأدب إذا ذكرت أسدا لتخشى سوح الوغى. تأدب وإذا ذكرت أسدا مش أسود، أسدا أسدا باز عميقة برشا ذي ونظن إنه مشرشي فيها عربية رجال اللغة العربية رأي الثرية بال يعني أسدن. بال شوشو بالمصطلحات وكذا برو انشود هذه صدق عهدهم مع الذي على العرش استوى، طلاب الجنة بحبهم قلبي تأثر. الصحابة إنهم الصحابة. شويك أخونا ما اسمع الفايب باهي بات، لا مانيش في الفايب ومانيش في التكست ومانيش في ستيل بتاع الموسيقى ما. من الأردن السيد منين جاي؟ هادي شي مكفي انت اخويا شبيهم الاناشيد هذوما من مساجيت راه الصحابة. كي فرط الانسان وحرف لجان وخرب الارض وتورط في الشرك وعلن العصيان. كي فرط الانسان واعلن العصيان يا خونا ايه ارحمنا ربي بخاطر اللي كان يغني من الاول هو نفسه هذا. يا محمد ابن عبد الله ونزل. لا من من منفتيش على انت قصدك على جي هو اللي عمل الرفران ما نعرفش، انا حسيت الرفران الحقيقه اللي هو جاي من الاناشيد والله اعلم. لهني نجم علي جي كان تفرج في الرياكت يكتب لنا لوتا في كومونتير خو الوحي من السماء حل السيرة وحاول تقراها بالتفصيل، نتحداك كان قلبك ما يدقش ودمعك ما يسيل مهما يصير، ثبتنا ربي على الإسلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنامة. تونسي برو ايه تونسي تونسي، قلت لك اني كهبطت ستوري انستغرام حاجتي بتراكيت الزعمة شكون بعد هذا تراك خطر عربية فسحة فما الأكسون تونسي وفما كلمات كلمات تونسي. انا الحقيقة حبيت نصوروه في رمضان بعد اللي قلت نخليوه هو ترك العيد. علي جي برشا كلامه جاي برشا نقول مخك يحبس كان تعرف صحابة الرسول رجاله والراجل واحد منهم بلف كان نحكي لك عليهم الكل لازمني ألبوم نألف. باش نحكي لك عليهم الكل لازمني ألبوم نألف مش تراك فيه 11 دقيقة تحلف جيت نقدم متى يسر يا ربي يحلو لي عقدة من لساني باش نقدم فسر الليستة طويلة وعريضة مش سهل تتسكر خليني استفتح بابا بكر رفيق الأول فاني ثاني في الغار عشم
خليني نستفتحها بابا بك. لازم. هو اصلا الخليفه الاول، معناه لازمك تستفتحها بابا بك. مع هالمشاهد كله حاضر معها اللي صار، صدق المبعوث ودعمك كل هجه ضده، ودفع ماله كله تصدق بما غير ما عدوه. بعد وفاة الرسول الاعداء اشتدوا، واللي زاد الطين بلا ان بشر تدوا. والاعداء اشتدوا، واللي زاد الطين بلا اللي بشر تدوا. خليفة الأول ولو ما يقول تشهدوا، قف بالمرصد وقص الدين اللي حبوا يتمدوا. نتعدوا اللي بعده ينطق كان صواب، عنده نظرة متاع عقاب تفرس حتى نهار ضباب. إبليس كيشوفوا بالرعب يتصاب هو الخليفة. حبيت نوقف لك وتطلع عشكون هو الخليفة الثاني. خليفة الثاني الفاروق عمر الخطاب، كسوحيد قلبه في راسه وبصيرة، في عهده تحلت المشاكل كبيرة وصغيرة. الخير احضر واكثر ومقعد حد للشر، الاسلام انتشر في عهدك يا عمر. نكمل نختصر ونحق عره تشر محليه اول نوضح ونبين. لحظة بركة، اجمل حاجة سمعتها يعني صارت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، وقت اللي مشي يسأل في نسي قداش نجم تقعد تصبر على فراق رجلها. علاش؟ باش يعمل حساباته قداش لازم الجيش يعني قداش يقعدوا في الحرب، والا يقعدوا في الفكنات نتاعهم. هي شوف باش يرجع تختلف. فما ناس تقول هو سمع شعر الوحده معناها استحشت رجلها، كله كيفاش معناها هي في الاخر النتيجه. قداش انسان يكون حاكم ولا مسؤول على رعيه وعلى عباد وعلى شعب، قداش مشي للجانب الانساني. نخمم حتى انت قداش تقعد راجلك، قداش يقعد بعيد عليك، قداش لازم ما يفوتش يعني هو بعيد عليك. نخدم لك صحابي معروف بقلبه الحنين، مناسب الرسول في بناته الاثنين، رضي الله عن عثمان بن عفان ذي النورين. شوف لهني محليه بدالك بالترتيب ابو بكر رضي الله عنه، بعتلي عمر، بعتلي عثمان، يعني بالترتيب ضمن الرابع علي بالترتيب حسب الخلاف. من سادة قريش وراجل أعمال، مجند بفلوس وجيش كامل لنصرة الرحمن. صوام قوام كريم وطب وحشام، تقتل السيف مغروس في ظهره في يده قرآنه. ليت زمن يعود نشوف الأسود تأخذه، إذا ذكرته أصاب العقول شروده. يا تيري يا دي ليه عجبك فيه اللي هو تكنيس؟ فما تكنيك بار بارول وبار الموضوع اللي باش يحكي حكايه وفي نفس الوقت تكنيس. ويا قوتو مهاب حتى في سكوتو، امير المؤمنين علي بذيل في قريه سودو. انهزك وين نجم تطير لكي ترى، جلدا وقوه وبأسا وسيطره. لكي ترى سيطره محلاه يا اخويا. ذكر سيف ذي الفقار، قالك غلط، ماهوش السيف اللي فيه زوز سنين. هذه يا خويا السيف ذي الفقار، اصلا الفقار شنو هو؟ مسنن هيك مسنن. شاعر السيف هكا تقتلبي فارس ليث مبارز، اذا حمي الوتي سيفظها كالحيدرة. نبعد بيك إذا حامي حيدرة عيد نزيد نتوسع في الكلام، ونحكي لك على صنديد اسمه زبير بن العوام. فعيل حقيقة هذا تاريخ مش كلام، هنا ليس هوليوود هنا قادة الإسلام. هنا ليس هوليوود هنا قادة الإسلام. بالرسمي الأولاد شرشيوا عليهم شوية، وفما مسلسلات راهو معمولة بيهم هما. كان جد دنيا دنيا، رانا كل رمضان نتفرجوا على مسلسل البطل من الناس هذي اللي يحكي لك عليها. كش تحكي فما راو فما مسلسل سيري تفرجوا عليها عمر مش كان مسلسلات زد، حتى على اليوتيوب راو تلقى فيديوهات. فما قناة على اليوتيوب نتفكرها عطت مشكل الحروب الإسلامية، الحروب بصفة عامة، وكيفاش يجسدهم، كيفاش صارت المعركة بالضبط، وكيفاش خطط. تفكر اسمه تقول نهار بدر والوجوه من الخوف تتبدل، هبط واحد من الكفار مدجج بالحديد يقتل. خرج الزبير بعد ما شاور الرسول، ضربوا ضربه قسمته في زوز من راس للسلسول. الحديث يطول الاحبار سخون. زبير بن الحارث هذا ما عرفش. ركز مع سطور مازال بنقول، وقول الله احسن قول، موضوع ما نبدل وقعدنا في بدر. قريش هبطت بالثقل يا رب الخير تقدر. بدر هي معركة بدر هي الاولى اول معركه بدر. معرش هي لولا ولا من اشهر المعارك؟ هي معركه بدر هي لولا نورمال، مو بدر هي لولا. بدر اكثر واحد برص فيها هي شو اسمه، هو شو اسمه حمزه هكاك. بدر الاخطر واضح يا النصرة يا الجبانة، اش خلى الرسول شد السيف وقال شكون ياخذوا برزانة. زعما شكون لها غير بدو جانا، بدا يجز في المشركين والريوس تتدانى. شد جاك السحف خرج بغاتي حمزه.
نورمالمون هذه هي معركه بدر. هو حمزه رضي الله عنه قدش عارك من المعركه، معركه بدر والمعركه الثانيه اللي توفى فيها فاست الجبل وقت اللي داروا لهم الجبل، وقت اللي وقت اللي سيف الله المسلول خالد بن الوليد كان مع المشركين، وقت اللي داروا لهم من تالي. معناها هذه معركه بدر هذه هي الاولى. صياد الاسود يفهم الرسول من الغمزه. ها احد معركه احد ومعركه بدر هما هذوما اول زوز معارك ايه اللي داروا فيها احد. عمل لقطة مستحيل تتنسى، ضرب واحد ضربة من قوتها ساقو طارت للسماء، وجاك لي بعدو شمتا في العدو من عمر ابني معدي يقرب الكفار ترعدو، فارس العرب في الجاهلية والإسلام، وصل في اليمن على سيف الصمصام المسمامة. وصل في اليمن على سيف الصمصام المسمامة. اللي عجبني إنه قاعد يعطي فيك نوعا ما بالتفاصيل، بالتفاصيل طول وجول وكثور. فما سامي يعني أنا اللي نحكي على روحي نتبع ونتفرج في مسلسلات، يعني عمر متفرج عليه قضاها لي كيما الاسم اللي تعدى تما نعرفوش، فما برشا اسامي صحيت ما نعرفهمش، يعني انسان متعمق برشا. قصوني فما اسامي خلينا نحكيو على الموسيقى تو ما تخليش تهزنا التاريخ برشا. صحيح فما قلم قلم كاسح، مش ساهل باش تكتب حاجه كي هيك انك تحكي حكايه من اصعب من اصعب الحاجات، من اصعب الحاجات في الموسيقى في الراب انك تحكي حكايه. قدم في عركتها وند رجال توخر هو يقدم، كي لحقوا عليه القوشاد في راس الكافر من ذيله، وليد الاخرى بالسيف ما تعودلوش اللي تعطيله، يعطي ربي بنادم ذكا وكنفاس، كيما مره تسلكها بسلاحك مره في دماغك الخلاص، ممكن تنجم تعد شعر الراس، ما مستحيل تجيب لي دهيه كيما عمرو بن العاص. جيب لي ديه كيما عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هذايا اكل كان اصحاب هو وخالد بن الوليد برشا، الا وقت اللي هرب للكيري للمسلمين بداو يتفوقوا ما باش يقعد مع المشركين، مشي هرب للحبشه. بعتالي في الحبشه حبك الكعبات المسلمين اللي في الحبشه يهز يروح بهم القريش باش عرفتوا عمرو بن العاص عرفتوا. تأدب إذا ذكرت صاحب خير من وطئ الثرى. الرفرام بتاعه هو الرفرام بتاعه. تأدب إذا ذكرت أسدا لتخشى سوح الوغى، رجال صدقوا عهدهم مع الذي على العرش استوى، طلاب الجنة بحبهم قلبي تأثرا. الصحابة يا اخونا خشينا لتا ذي فزت الصحابة الساعة اللي قبل هذيك برشا ابداع دقيقة وتو طعمتها كي جات بعد راب من الاول استغرب شنو اللي حاطه، ما فهمتش التيتر شنو النوعية بتاع الموسيقى اللي حاطتها. اما ذي الصحابة ما تحسهاش كاني بتاع اصدقاء صغار صور متحركة شيخت عليها جينيريك، فهمت شنو هو التكنيك التكنيك شيخت عليها التكنيك شيخت عليها اي نعم تقول لكش بشيخ يا ودي حقاني كابتن المجدي لليوم راحت لليوم نمشي لترانا نزل حسين سيمبا قادم سيمبا جاي أبرقي الرعيدي أبطالا وعدوك أنبلا وعد المحقق كونان معناها معاك لحكيك ستيل متاعها حسيت وكاد صحيح جوزني الموضوع. الاولاد فما ناس رافيهم، فما واحد ريتو في فيديو تيك توك يسب في الرابريت في تونس كيفاش يفزدوا في الجيل وزط له الدنيا وقال اني فزدوا لي ذريريه فزدوا لي ذريريه، شجعوا الناس على هذايا ما طلعوه هيت هذايا باش لعبتوا اللي تبع فيه باش تقول اه هو عمل حاجه كي هيك هيت خليه يولي رابريت تونسي يتشجعوا باش يعملوا حاجه كي هيك. انهم الصحابه علاش مشي مخك الحاجة أنيم على خطر تحس التكنيك هذا ظهر لي في في شو اسمه ما حسيته كيف فما أصدقاء كيك ولحظة استنى وتنجم أنت تكون لهني راهو أنت ربطت بحاجة ماكش قصد نعرف ماكش قصد أما أنت ربطت بحاجة شنو هي؟ باهي ما نعرفش اسكني نقص لمير ولا خاطر لميرك من المفيد من شوف ينجم يكون قصدها انه يخدمها بستيل كيما نيكا باش يمشيو لبعد اخر نتاع ذكي احنا تو باش تشد في فيروس العباد دراري صغار خاصة على خاطر نجي نحكي لك حاجة راه وقت تقول لي نلخصوا خاطر باش نلخصوا هانش نحاول كي نجي نتكلم ماني نوليو نلخصوا ونوليو بس دقيقة يا جماعة ونوليو كل لغة وهو يا خو راح. باهي شوف برو راك ما تنجمش تلوم العباد
علي اللي قاعده تسمع تاو سواء ما عرفش يعني ما نقولوش دراري صغار ما تقول انت بات تشك وما عرفش شنو ولده 17 18 20 21 عام يسمع في موسيقى فيها انتي سيستم فيها اسيا بي فيها كوكا وحشيش فيها سلاح فيها نضرب وفيها نكسر ما تنجمش تلوم عليهم العباد هذوكم على خاطر سي بون انا هو كبر و مشي الغادي تولي تلعب على الاجيال الصغيره اذا تحب انت تطلع جينيراسيون فيها فكر اخر طريقه تفكير اخرى راه لازمك تبدا على الاجيال الصغيره معناها شجع انت تركي ما هذا يتحط للوليدات الصغار يعني مثال نفهمك اما كش تقول لعباد قاعده تسمع في ستيل معين نتاع موسيقى وفي لونجاج معين انه لا ايج انت لازمك تسمع تراكي منك ولازمك بصعيب باش تبدلوا فكرته نرجع بيك الموتى ونعطيك عليها كلمتين الرسول نسق صفوف جيش المسلمين لبس الدرع نتاعو وحب يقود الغزوه والصحابه ما خلوهش يخرج خاطرهم عليه خايفين من اقوى المعارك هذه معركه مؤتة هذه مؤتة هاي هذه المعركة هذه مع الدولة البيزنطية الإمبراطورية البيزنطية الروم وأصل العركة يعني أصل المعركة كيفاش بدأت الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها في دخل في هدنة مع قريش واخذين واخذوا هدنة ما عرفش تقريبا 10 سنين ولا قداش المفيد الرسول في الوقت هذاك عليه الصلاة والسلام تفاضى ما عادش فهم معارك مع قريش ما نعرفهاش يعني دي وبعد في العشر سنين يكون هدنة قعد ينشر في دعوته أكثر الماكس صحيح ديش عا كوك جاي في الوقت هذاك اش ينشر الدعوة للماكس بدي يبعث فيها يعني يبعث في رسول للدول المجاورة الفرس الروم الغساسنة اللي من جرتهم صارت الواقع هذه معركة مؤتة بعث للحبشة فما شكون قبلوا كيما الحبشة يعني الملك بتاع حبشة قبل وأسلم وكذا فما في مصر ما نعرفش نية وقتها مملكة ولا حاجة كي هيك ما قبلش أما رجع الهدايا وكيما يقول واحد طريقة دبلوماسية الجماعة هذم اللي الغساسنا هذم هم مملكة تابعين للإمبراطورية الرومانية والبيزنطية قتلوا الرسو قتلوا شو قداش حكايه باش يقول لنا خلينا نعطيك عادش التاريخ إيه فرحان به الحكايه نعرفها كي قتلوا هم الرسول عباره اعلنوا الحرب ما انا مفماش الرسول عليه الصلاه والسلام بعث لهم جيش ب 3000 نتصور يحكي عليها الحكايه بالتفصيل بعث لهم 3000 جندي قابلوهم هم ب 200000 جندي الغساس نظومة كي طلعوا زادوا طلبوا العون من الروم وتكتلوا فيهم بعثوا لهم معركة 200000 ضد 3000 هنشوفوش وش يحكي عليها تزيد نحكي لك بعدين التفاصيل صارت السرايا على نصرة الدين عزمين اللي راكب واللي شاد الثنية على الساقين وسط الموتى ولا رجوع للخلف عمرك سمعت ب 3000 محارب ضد 200000 شد الراية زيد ابن الحارثة قلبك صح من الحجر يصدم تصير كارثة اضرب للاخر وما وخر وما حبس كما انفس تقطعوا بالموت شخر زيد ابن الحارثة هذا واحد من ثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ثلاثة زيد ابن الحارثة بعده نسيت الاسامي بعده زوز اخرين يموت القائد الاول هو القائد نتاع الجيش يموت هو ياخذ اللي بعده يموت اللي بعده يستشهد على فكرة مش يموت ياخذ ثالث وفي المعركة هذه شي يموتوا الثلاثة هذا وشكون ياخذ بعدهم انا الرابع شكون ياخذ الرابع خالد بن الوليد سخر بيهز الراية جعفر الطيارة مقدم يجندل ويفلك فريوس الكفارة احديد فحديد شوف تشاش تارتي العصار ينوط في الغبرة ويقول في الاشعار يا حبذا الجنة واغتراب خلينا نسمع برحمة بوك خلينا نسمع ذليتني كعرفت انت عرفت حاجة في حياتك ذليتني به نعرف حوالي خلنا نسمع العصار ينوط في الغبرة ويقول في الاشعار يا حبذا الجنة واغترابها طيبة وبارد شرابها والروم رومها قدنا عذابها علي أن لقيتها ذرابها محليه التكنيك مهما كان قديم راه قديم ياسر التكنيك هذا لكن محليه باي وفي بالك أحكيه لنا في ذرابها شرابها في بالك أحكيه اللي حكاه الصحابي هذا وقت اللي هما ضربوه قصوا له إيد اليمين طاحت منها الراية هزها باليسار عودوا قصوا له ايده اليسار
طبس عليها الرايه لمها لمها ليه ويديه مقطوع وبدي يشعر فيهم في نفس الاشعار هذه. فما يعني الفازه هذه في بالي بها في معركه في بعد ما توفى الرسول عليه الصلاه والسلام ضد مسيلم الكذاب. في بالي هذه هي الحرب يعني اللي صارت فيها اللي تقطع يدي الزوز وباقي شد الرايه. هي الحروب كيفاش كانت قبل؟ يعني انت تلقاك راك تتعارك وصحابك الاخرين زوز كيلومتر هكا خط هكا زوز كيلومتر والاكثر بعاد عليك. لذا كيفاش باش تعرف انت زوز كيلومتر الغادي شكون رابح، المسلمين ولا الكفار؟ بالرايات هيك كان رايات المسلمين واقفه، راه المسلمين رابحين والكفار فاهم خويا. لذا هيك علاش الرايه هي اهم حاجه تقعد واقفه باش العزائم ما تنكسرش، خاطر وقت اللي باش تطيح الرايه حتى لو كان انت رابح غادي ورايتك طايحه ورايه الاخرين مهزوزه راهو الابعاد ماهمش يراو العزيمه نتاعهم باش تنكسرش. قولك حتى اني كان ربحت لهني غادي كاني خاسر، فهمت؟ قاتل حتى لي اللي تقصوا يديه الزوز وما سلم في الرايه كما تغرس بين ضلوع الموس. وقتها صارت معجزات النبي المهاجر واقف في المدينه يصف لهم في المشهد على المباشر. لا علينا وخلي نرجعكم لس سمعت اش قال وقت الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد يحكي لهم وين يطيح واحد يقول لهم طاح زيد بن الحارثه استشهد. ساحة طاح جعفر هز الراية عبد الله بن رواحة، ها النار تطير من عينيه والفرس تعقرها، ضرب بالصباح والحرب اللي بداها كملها، قتل وشرد في صليبي حتى تقتله، والراية طاحت يا لطيف زعما شنو الحل؟ شكون لها؟ زعما شكون لها؟ زعما شكون؟ زعما شكون؟ زعما شكون؟ زعما شكون؟ لحمة قشرة، أقسم بالله لحمة قشرة. ريت وقت اللي قال على حصان على حصان نتاعه وعلى حصان نتاعه ودرشنيك نحرها. الثالث وقت اللي دخل في وسطهم ويعني عرفتك اللي يهد هدام دخل في وسطهم وحاصروه وما عادش ينجم يعارك من فوق الحصان نتاعه ونقز من فوق الحصان وذبحها يعني ذبح الحصان نتاعه قتله باش ما ياخذوش الحصان نتاعه تاخذ شيء تبع خالد بن الوليد والقوى لله وحده مشعل الحروب يمر بكل جيوش زحفه مقاتل من الطراز الاول رشحته وكم تزلزلت عروش المشركين تحته بنظره نتاع نصر لقى الحل وينه قلب اليمين على يسار الجيش واليسار على يمينه. اقوى خطه هذه صارت في تاريخ البشريه وتدرس الى هنا. اصلا خالد بن الوليد الوحيد في العالم اللي ما خسر حتى حرب. باهي خلينا نقول لك حاجه، ما عادش يلفق الوقت جمله باش تقول لي حاجه، خلينا تنسمعوا هو يحكي لنا. ديجا هو قاعد يحكي لنا، هو يحكي لنا فما حاجات ما حكاهمش. ميسيرش ضرب حتى طول الاولاد يمشيو يشرشيو. وين تفرجت فيه الفيديو؟ في اليوتيوب وعملوا ريشيرش الاولاد. باهي راى العدو يهينو وحده وحده جبد مقاتليهم من عدينو كي يركب الفرس طرح فم يوفا معناها تراجعوا لهنا المسلمين. اما نحن طايح في اليرموك تكسرت فيدو 9 سيوفا كي مرة نسلو بيش تاو العريبة متاو يا اما يا اخوي يضرب ساعتين يحكي يا باي. خلق لك حاج معركة مؤتة المسلمين خمسة ايام قعدوا تقريب قعدة جمعة هي المعركة تقريب خمسة ايام يقوموا على الفجر المسلمين يهاجموا قبل يباغتوهم عرفتها يدخلوا فيهم غولة متصور 200,000 انت كنترهم 3,000 ويدخلوا فيهم غولة فعلا. لحظة بيزلنا ركحوا في الدنيا في التواليت يا فاهمش نحكي لك شكون اللي جاي والله ما نعرف المفيد يهدوا عليهم على الفجر عملوا لهم ثلاثة تقريب ولا أربع أيام هما يدخلوا عليهم للفجر لين قابولهم هما باش يسبقوهم يعني يهاجموهم هما قبل وحاولوا يستغلوا العدد نتاعهم وعرفوا سيبون نقاط الضعف وين. أربع أيام تاو أخونا يلاقيكم معانا 3,000 هاونا ريناهم وين ضعاف باش نحصروا بالكتلة نتاعنا باش والنهار هذاك اللي حصروا فيه هو اللي طاحوا فيه ثلاثة فرد نهار ثلاثة قادة وهز خذا خالد بن الوليد وقت اللي جاوا باش يعطيوها له خالد قال لهم ما ناخذهاش. علاش ما ناخذهاش؟ على خاطر ماهوش الأقدم فيهم ماهوش بالأقدمية باهي فهمت شنو وقت الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة قال لهم وقت اللي طاح الثالث قال لهم أخذها سيف لله أخذها سيف من سيوف لا أخذها سيف من سيوف الله هو سيف الله المسلول من غادي تسمى سيف الله المسلول. الرسول عليه الصلاة والسلام وقت اللي يحكي فيها قالوا له من أخذها يا رسول الله قال لهم أخذها سيف من سيوف الله من غادي تسمى سيف الله ولهنا بيش يحط خالد بن الوليد بيش يولي يفكر شي يولي يخمم ما نجمش نربح 3,000 ب 3,000 ال 200,000 ما نجمش نربحهم فاش ولا عامل
قلب لهم المي الميسرة على الميمنة وقال لهم اغسلوا دبوشاتكم الدبش لازم يتغسل يرجع نظيف باش يحس العدو كي يشوف الصباح الدبش نظيف وجوه نظيف وجوه مبدلة يحس انه فما دعم فما تعزيز جي وطلع فرقة فوق يعني ورا الهضبة يهبطوا في وقت معين من المعركة بالخيول متاعهم يراو الغببر يحسوا انهم جاوا وفي النهار ذاك زادوا قدموا لهم وزادوا نزلوا عليهم عملوا هجوم مش عملوا انسحاب طول عملوا هجوم عملوا اتاك وفي الهجوم ذاك قتل فيهم قائد من من ربي يحكي اكثر من الغنية من قيادات الغساسنة قتل منهم نسيت شكون اللي قدم له قتلوا منهم وبعتالي وقتلي هما رابحين والاخرين ملبوثين عمل لك انسحاب ما خافوا لا يلحقوا عليهم قال كيفاش يهرب هما في عز الانتصار نتاعهم باش يقرونا كيما نقولوا احنا الفخ باش يقضيوا علينا الكل فما لحقوش في جرتهم ورجع سالم وذرار ابن الازور ضد جيش عرم رم معاش توقع يرحم والدي حبيت اقول لكم ذليتنا حبيت اتفرج في فيديو يوتيوب ذلة ملي فيديوهات يوتيوب يا بروك قراها في كتاب فيديوهات يوتيوب هاك عامل فاهم علاش باش نقراها علاش باش نقراها في كتاب بين قتل المجرم هاك تعمل مجهود دخلت تتعب عليه هاك فيديوهات تلخص لك كتب راه برو قعدش تشهر تقرا في كتاب شوفه كلامي ميوفه قصص ما زالت مرصوفه والنصر عمرها ما تجيبوا لجيال المرخوفه النصر عمرها ما تجيبوا لجيال المرخوفه نصرة الرسول وما خافت المهالك اي جمال نحكي لك على البراء ابن مالك اشعث اخبار تشوفوا تحقر خياله يدعي ربي يزيديه يتقبل تكنيك محلاه اشعث اخبار لنا شوفوا تحقر خياله لهني هذايا اصغر قائد في التاريخ صغير مالك اشعث اخبار تشوفو تحقر خياله يدعي ربي يزيديه يتقبل اللي قالو انهار اليمامة والضرب كان عنيف البراء طيح مقاد واحد مبارزة بالسيف لسان ما تعب وقلم شب شد ثنية انهزكو بالمرة هذه معايا للقادسية رستم من اكبر رستم قائد الفرس وبالفيول من اقوى المعارك اللي صارت في الدنيا حرب ضروس بين المسلمين والدوله الفارسيه والصحابه قدام الكفار فص فص ويقولها تحت قياده سعد بن ابي الوقاص اول حاجه بدواها بالغدره قال لهم انتم تشقون هم من بيناتهم كالنهر يا تشقوا انتم على الجسر وركحوا صفوفكم يا احنا نشقوا لكم ونركحوا صفوفنا بعدين نتحاربوا تفهموا خاطر قعدوا برشا هما يستناوش كل الشق ما شق حد هاي المسلمين بداوا بالشق والاخرين يجمعوا عليهم اول حاجه بداوا بها الخروشيه فما حاجه زاد صارت قال له ما نعرفش شكون وقتها حارب هو وسيدنا علي قال له اذا وصلتوا للابار في الصحراء ما عرفش هذه المعركه الاولى هو رجعت بينا قال له سكروا عليهم سكروا البار خليوا البير بركه لا بحذاهم وهذه كانت المعركه قال له ما تخليش جيش علي يوصل للماء وقالوا كانوا وصل لعلي وجيشه قبلنا وسيطروا هما على الماء وما خلوناش نشربوا قالوا ما يعملهاش على خاطره علي خذ الرسول معروف بكم باص بين عرب اكثر واحد في ليه شنية ما يعملهاش خاطر علي هذوما حكايات اني واحد من الناس ما صدقهمش خاطر الرسول عليه الصلاه والسلام في اول معركه صارت عمل هذيك سد لابار وخلى كل البير لحدي المسلمين وخلى الكفار ما يشربوش شنية معناها علي باش يكون خير شنية حرب حرب برو انت اللي مقابلني باش تقتلني هي تكتيكات هي تكتيكات معناها هو قصص الشيعة باص قصص الشيعة حاجة ما نصدقهاش يعني نجم تكون داخلة في شخصية الإنسان هذاك تحكي عليها راهو ماشي ماشي شخص ما فماش شخصية في وسط الحرب راك مقابلني باش تقتلني فما شخصية في وسط الحرب يا ودي شخصية يرحم والديك عشخية معناها يعني أي جيش يوخروا أي هذي وخروا جيشي خلي الجيش الآخر يجي يشرب الماء ويقاوي روحه وكل شيء باش بعث لي هكذا قال له يتحيوا مخرفين في عقلك هكذا قال له من يبايعني على الموت يا ودي هذوكم هو جيشه باهي شو اسمه هذاك ولد شو اسمه ولد ابو سفيان ظهر لي حاجه هو واحد برك ولا في وسط قداش قاعد يحارب قداش معاه الجيش في وسط الالاف في وسط المئات واحد اللي يهزهم معاه ما طاش للي يحاربوا فيه يشربوا الماء نحكي لك اني ما هي كلها تفاصيل وكل واحد كيفاش جاي تحكيته وتفصيلته اما الشخصيه تفرق ما بين اللي يقدم ويحارب يا صادق اخوي علي كان يذبح في الشياه ويعطي للاعداء ياكلوا باش يهزوا صحتهم باش يرموا هلا غالب الاولاد قصت ما عرفش وين قصت بالضبط اما حدها نص ساعه وتقص تقول لك يا اخونا ايه نص ساعه نيره نص ساعه معاك نص ساعه اخويا وبعاود ولا تصرف باي
اربعه من اقوى ما جيش الفرص عنده ثلاثه مشاو تروف تروف والرابع قطع بجلدو يقوم جيش الكفار من غير سابق انذار يهجم على المسلمين من اليمين بفيلا كبار طاح من الصحابه اكثر من الف قتيل سينور لاني خسرها المعركة ما تقول لي كيفاش البشر يحارب فيله خرج عاصم التميمي بكاتيب الفرسان عزمي طيح صنادق الفيله ويقص الحبال وبين كرو فرت عدى نهار الاول من كثرة القتلة الارض بدات بالاحمر تتلون هما هكاك وجا خبر ينسي الخساير وحس بالحرام تختص معاه الاولاد مش يغنيه قصه الراجل يحكي لك في قصه حفر الخير تطربك من بعيد كيش طاير هالشد عندك وتو بدا الصراع وصلت كتيبه الموت وعلى راسها القعقاع صحيت هذه لهني وصل القعقاع هو و100 فارس ولا سابقين فهمت وقت اللي جاء وهي ذي الفكره جات نتاع كلا يمشي وكل يوم يجيو كميه بالحصونه باش طلب من الجيش يخشوا 10 10 باش يبانوا برشا هو قال 10 10 ماني في بالي بها 100 100 مش 10 10 في عيون الكفار وقلوب يرعشها ما رقدش ثلاث ايام وهو على الفرس جالس ومن اللي وصل هبط وقال هل من مبارس هبط هو هاكا قال لك ثلاث ايام على الفرس جالس خاطر هما سبقوا الجيش الدعم اللي جاي هذوما الفرسان سبقوهم ثلاثة ايام هما يندوا شادين الثنية معناها قتلوا قائد كبير ومعروف الضبط القعقاع كسر ظهره وشد ذبحه كي الخروف وبدا يزز فيهم واحد بعد واحد قيادات عسكرية كبيرة تجندلت وطاحت وفما حديث لاني قال الرسول لن يهزم جيش فيه القعقاع لن يهزم جيش فيه القعقاع دا الصدام النهار الثاني ودمايك شرت له ونفذ القعقاع الخطة متاعه على الفيلة خوفها بجمال كيف غطاها بغطوة وقتل اكبر فيل فيهم وبدات الانتصارات النهار الثالث والرابع على التوالي المسلمين تزحف وما وخرتهاش التالي ها ضرب ولا يقوى ها والصحابة تصدم وربحوا القديسية وقتلوا قائدهم رستم سبحان ربي ديما بعد العسر يسرى مهما يسرى العظم يتجبر بعد الكسرة تمشي الغسرة الحسرة لازم منها وسخة مشي شوف التكنيك يا برو بلي شوف التكنيك كثرة جيب النصرة وصدق الرسول كي وعدهم بعرش كسرة الحديث طويل وعليكم ما نحب نكون رزين جيت نوصل الصورة ونوضحها للجيل الكبير كبير على مر العصور تعلم التاريخ وقرأ على صحابة الرسول تعلم التاريخ وقرأ على صحابة الرسول عرش كسرى في بالك هذاك شو اسمه اللي وعدوا بيه هو هذاك ملول هذاك وقت اللي عارضهم هم وقت اللي ماشيين المدينة مهاجر المدينة هو أبو بكر الصديق بكر الله رضي الله عنه شو اسمه هذاك اللي عارضهم نسيت اسمه نسيت اسمه حتى هذاك هو يلاوج عليهم يلاوج عليهم قاهم عرفت كل حسك الفرصة متاعه طيحته وقت جيش يضربهم ولا حاجة بالنبل حاسيل وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قولك في نعرف في اسم تأدب إذا ذكرت صاحب خير من وطئ الثر وهو في عهد عمر رضي الله عنه دخلوا الكسرة وتهز شوف سبحان الله هو ميز الحي سيد هاك رسول توفى وابو بكر رضي الله عنه توفى يعني ريت الموقف اللي صارت هذاك ما بين أربعة من الناس توفاوا الزوز من الناس الاخر اللي يقود في الجبل اللي يقود بيهم العرش وقت حي ولا لكن الرسول عليه الصلاه والسلام توفى وابو بكر رضي الله عنه توفى وقعد عمر مش حاضر على الموقف وهو قعد حاضر على الموقف كي لبس لبسه كسره وكل شيء قال له الرسول وعدني بها قال له ايه قال له راهو شافك لبسها وبر مش بشتخة هاك لبست صدق رسول الله نحي تواضيع تاع المسلمين تأدب إذا ذكرت أسدا لا تخشى سوح الوغى رجال وقفت على أسدا لا تنسى سوح الوغى بالله الناس المثقفة متاع فرنسي ولا فاش كيغي قل ليش معناها سوح ال يا برو يا برو يا اخوي هاي لغتك العربية إذا ذكرت فما أرشيفات فما أرشيفات فما دي أرشيف في العالم تاع دول قاعدة تكتب بالعربية علاش خاطر هي لغة اللغة الوحيدة الأصيلة اللي تقعد ما تتبدلش تقعد كما هي الإنجليش مثلا على سبيل المثال اللي هو أفضل بكثير من الفرنسية الإنجليش القاو وراقي تبع الدولة متاعهم مكتوب عمرها 500 أو 600 عام القاو فيها كلمات ما فهموهمش بالانجليزي وما فهموهمش تنحاو وندثروا بالوقت تبدلوا شنو يعملوا فما كل اختصار نتاع الحروف ينقصوا حرف من الكلمه ينقصوا منها حرف حتى كي يتكلموا انت كي تشوف طاول اللغه الانجليش الانجليش اللهجه الامريكيه ولا حاجه برو اختصار غير عادي في الكلام في الجمل كلمه أزدا انت هذه اول مره اني الحقيقه تعرفني في بالك كلمه اسد كلمه اسد الاسد
اسد ما هو ما جمع اسد اسود ايه ابار ما هو من اسامي زاد ثم الليث وثم ثم برد عنده تقريبا 160 اسم الاسد وحده في اللغه العربيه. اللغه العربيه تخصصين 400 الف كلمه تقريبا ديما فهم الفواصل شويه. بعد شنو يجي اللغه الصينيه فيها 1,100,000 ولا 200,000 شوف الفرق الكبير. الانجليزيه فيها 600,000 كلمه. وحل وغى رجال صدقوا عهدهم مع الذي على العرش استوى طلاب الجنه بحبهم قلبي تاثر الصحابه كل كي ما حكيلكش راه على عركه من عركات خالد بن الوليد راه حكيلكش على ضد مسيلم الكذاب وكيفاش نكزوا لهم رماو صحابيهم متخبين في السور نتاعهم وكيفاش اللي رماو صحابي برا قال لك من الاول تحب الجزائر يرميون يرموه رتب تتخيل في الموقف كيفاش يا حم راه مش حطوا سلوم هز رميوني هزوه هو خفيف ضرايف هزوه ورموه ابط عليهم الرجال تصور انت واقف طارح بجنبك عبد تاك تاك ادغر وحل الباب يا اخونا الصحابه التاريخ انهم الصحابه بالله الصحابه انهم الصحابه ذي الدندينه الاخرى انت ما تجيش برو بتاع الترند تيك توك فما فاش درفش قاعد يقول من لوطه مانيش نسمع فيه. السلام عليكم شنيا هي السلام عليكم وعليكم السلام. اش قولك في التراك رعب ولا مش رعب؟ اكون حكايه برجوليه برجوليه حكي والله العظيم نقول لك حاجه قول لي حاجه قول لك حاجه قول لي حاجه راني مع اني نعرف اللي الحلفان مش باهي واول مره ظهر لي نحلف في رياكسيون اما بالرسمي هزني لحكايات عرفت هيك اللي وليت التراك من با نسمع فيه هون يدور في وضنايا وسارح صحيت في شنو صار في الحقبة هيك وشنو صار في وكيفيش عملت دورة في التاريخ ودورة في الصحراء دي جيك بالغبرة بتاعي فاهم شنو نحكي لك برجولية فما ستيلو نرجع لك الفكري وقتلها قلت لك من أصعب شوف من أصعب ستيل متاع الكتيبة في الراب ستيلات الكتيبة هي يعني الستيل بحال فلاش سكور الاولاد ولا ليه مشيش بيك ركز معايا تاكل والناس ما فيه هي انك تكون حكواتي انك تكون رابر كيما بسيكوام كيما البلطي زاده كيما البلطي زاده من اقوى ما فما في تونس يعني كعبتين وكعبه ماهوش برشا من اصعب ستيلات نتاع الكتيبه كيما نقولوا احنا باش تكتب ما غير كلمه زايده صعيب اصعب من انك تكتب ما غير كلمه زايده انك تكتب حكايه سيد معنا راب 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 حسيلوا الاولاد اعطيونا رايكم في التراك نمشي نعمل علي جلويل اني هذا علي جي لازمني نعرفه وبرشا اخويا ريسبكت للعلي بالرسمي تراك اخويا مسني اني شخصيا على الاخر مش عادي برو والله شاهدني باش نرجع نعاود نتفرج في عمر رضي الله عنه مسلسل ننصح العباد باش تتفرج عليه خاطر يثقفك دينيا على الاخر مش لازم تقرا وكذا هكا ريت الحكايه هو الكل يمكن فما كان هذيك ما في بالي شبه انا ذكر المسلسلات فما حتى افلام فما فيديوهات ابراهيم الابيض ورجع ريشرشيو خويا ريشرشيو الاولاد ابراهيم الابيض ابراهيم الابيض ايش حاسلوا الاولاد بسعاده وبسعاده كالعاده تستحقي حاجه غير الفلوس تنجم تعمل علينا طلب في الانستغرام وما تنساش الدعوه لاخواتنا وان شاء الله عيدكم مبروك باي باي.